مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة اللي بنواصل فيها الحديث عن طقوس الزواج، واللي بيشكل واحد من أشكال الفرح الحقيقي اللي بنحتفل بها وبنحتفي بها كثيرا وطويلا، وبيمتد لأيام وأيام وطقوسه تتنوع وتتعدد. نسعد جدا، ونحن الدور الفات تحدثنا عن الجرتك وطقوسه ولم نستكمل، تبقت طقوس هامة، ومنا إن شاء الله سنمضي إلى الزفاف في الماضي، الزفاف الحاضر، الأشكال الجديدة اللي دخلت عليه. ويسرنا جدا إنه يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة غادة محمد جمعة، وهي باحثة في مجال التراث ومن المهتمين جدا بطقوس الزواج. أهلا بك أستاذة غادة. أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ عادل. أستاذة غادة، خلينا نقيف على رقيص العروس. العادة دي هل هي الآن يعني انتهت، قلت، ما زال الناس حريصين عليها ومحافظين عليها، والشكل اللي قاعد تتم به كيف؟ يعني الحضور اللي قاعدين يتموا اللي بيكونوا حاضرين الرقص منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لرقيص العروس، طبعا لا يمكن الناس تنساه، لأنه دي الفرحة الوحيدة للعروس هو الرقيص، وده أسعد يوم بالنسبة لها. يعني العروسة ما رقصت بتحس إنه كأنه ما اتزوجت. فاليوم العرس طبعا يعني حتى بالنسبة للجمهور كل عامة الحريم، يعني ممكن الحريم ما يجوك يوم الزفاف، لكن يوم الرقيص لازم يجوا. الوحدة تخلي بيتها وتخلي أولادها، تخلي أي شيء وراها، تقول لك الليلة رقيص العروس. يعني دي أهم شيء، رقيص العروس ده. فرقيص العروس ما فيه نقيص، فيه زيادة. يعني زماني يرقصوا 3 فساتين ويمكن 21 أغنية، حسي بيقى في كل فستان، إذا بيقوا 4 فساتين بتلقى في كل فستان 15 يا 20 أغنية. يعني كل ما مر الناس ماشي في تطور وفي زيادة، يعني ما في نقص. وده أهم يوم للعروس اللي هو يوم الرقيص. يعني بعد الرقيص الناس ما بتهمهم جو ما جو، ما حضروا حفلة، عندهم أهم شيء رقيص العروس. الناس اللي بيحضروه نسائية فقط؟ أيوة نسائية. زماني كان ما نسائية، يعني زمان زمان أمهاتنا وخالاتنا كان عادي العروس بيمرقوها برا في الشارع بترقص. لكن حسي طبعا الناس اتغيرت، والناس دخلت في المسائل الدينية، وده عيب وده حرام. عشان كده بقى بيحتكروا الرقيص انه بس للسيدات، يعني ما في راجل يجي، حتى التصوير بتكون حرمه، يعني بتكون مره ما بيكون راجل. طيب خلينا يعني من باب التوسيق لهذه العاده السودانيه الاصيله اللي ظلت يعني مجتمعاتنا محافظه عليها ومستمره، نتابع مشهد واحد لهذه الظاهره او هذه العاده وهذا الطقس، ومن ثم نواصل ونتواصل مع مشاهدينا. الليلة مرق الخزين ده عريس مساير يغطي وجناح جبريل. الليلة مرق الخزين ده عريس مساير يغطي وجناح جبريل. أنا ما والدك برايا، أنا ما والدك، والدك للخالات معايا، أنا ما والدك، والدك
حضرتك باحثة، خلينا برضو نجي لقطع الرحب. ده جزء من مكونات طقوس الفرح عندنا في السودان واللي ظلينا متمسكين به. هل يعني كلمة متمسكين بها دي، هل هي حقيقة يعني ما زال كل الناس حريصين على حكاية قطع الرحب ده؟ والتكوير ذاته بتكون من شنو؟ وكيفين بيتم الطقس ذاته والجو اللي بيتم فيه؟ بالنسبة لقطع الرحب طبعا دي طقوس أصلا عمرها ما بتتنسي، يعني حتى يوم العرس إذا كان الأم ولا الحبوبة ولا الخالة نسوا الرحب شخصيا ما جابوه. طبعا الرحب أساسا بيتكون من جلد، فجلد ده مقطعينه شرايح فبيربطوه في نص العروس، يعني معاه خيط بيتكون فيها بلحة وفيها حلاوة، دي الأساس اللي يمسكها العريس ويقطعها ويجدعها في البنات. المحظوظة بتقع فيها إن شاء الله سعادة بيكون بخيط بتتزوج فضحها العروس ده، فالطقوس دي لا يمكن إنه ينسوها ولا حتتنسي ذاته، يعني عروس ما قطعوا لها رحتها يعني في حاجة ناقصة في العرس، ما بيكون عرسها حلو يقول لها، يعني حتكون لها يمكن زي نبزة يا حاجة يمسكوها لا يقول لها راحتك ما قطعوا. أستاذ قلتي انه يعني من الجمهور النساء اللي موجود بيكون حريصات جدا انه واحدة من مكونات الرحب ده تقع في واحدة فين، هل برضو احيانا بيختار موقع معين على اساس انه تقع فين؟ واللي بتقع فيها لحظات شعوره بكون شنو؟ طبعا حتكون سعيدة جدا تتوقع تحيطيها لحظة، إذا كانت ما مخطوبة يجوا يخطبوها، وإذا كانت مخطوبة عرسها حيتم قريب، يعني حتكون سعيدة، فالناس كلها بتلقى بتشابة إنه دايرين شنو الحلاوة دي تقع فيهم، الرحب ده يقع فيهم. طيب برضو خلينا نتشابه ونعاين لمشهد الرحب ونواصل. أستاذ غادة نحن حقيقة عندنا جملة مشاهد لزفافنا السوداني الجميل اللي دخلت عليه الآن مشاهد هي ما حقتنا، نحن هنقدم المشاهد دي وعاوزينك انت تعلقي عليها ونشوف بعد ذاك المشاهد الدخيلة اللي ما بتشبهنا وبرضو نعلق عليها.